أكتوبر 2023 هتبقى عدت 50 سنة على انتصار مصر على الكيان الصهيوني، هيبقى عدى 50 سنة على أكبر هزيمة عرفتها إسرائيل في تاريخها القصير منذ نشأتها كدولة في عام 1948. 50 سنة هيكونوا عدوا يوم 6 أكتوبر 2023 على ضرب وهدم وهزيمة أسطورة الجيش الذي لا يقهر. 50 سنة هيكونوا عدوا على تحطيم وانهيار واقتحام الخط الذي وصفوا أمراء الحرب في إسرائيل أنذاك بأنه الخط المنيع الذي لا يقهر. 50 سنة هيكونوا عدوا على واحدة من أهم وأكبر الملاحم العسكرية التي لا زال العالم يتحدث عنها حتى الآن، بل وتدرس مش بس في أكبر وأهم الأكاديميات العسكرية في العالم، بل في أهم الجامعات في العالم حتى هذه اللحظة تدرس هذه الحرب بوصفها انتصار عبقري لجيش مش بس شديد البسالة، مش بس شديد الشجاعة، لكن كمان لجيش حاد الذكاء. 50 سنة بعد هذه أو تمر على هذه الحرب، وعلى ما يبدو أنه الناس اللي في تل أبيب عندهم تلهف لسماع ممكن ما قد تعتبروا المروية المصرية، أو ما قد تعتبروا أو يجب أن تكون على يقين من أنه ما لا يحبون سماعه على الإطلاق. على الإطلاق شهادة جولدا مائير تؤكد عبقرية رحمة الله عليه أشرف مروان. خلينا ناخد معنا على التليفون الكاتبة والصحفية الأستاذة الأميرة رشا يسري، وهي المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك يا أستاذة أمير. أهلا وسهلا في يوسف. عاملة إيه؟ كله كويس؟ جزيل الشكر على التقديم الرائع بتاع حضرتك حقيقي والله. لا والله خالص، تقديم رائع ايه، لكن هو كل القصة انه ده وجدان. أيوة. كنت هقول لك واحد شاب بس ما بقتش داخل على 50 سنة انا كمان. فوجدان اتشكل من ده من الألف. ربنا يخليك. من القلب. الله يحفظك، الله يحفظك. بس هنا بقى اللي أشكرك عليه هو هذه الوثائق أو وثائق أجرانات، ولو سمحتي اشرح لنا إيه هي وثائق أجرانات، وما الذي أعتقد بل على يقين بصراحة أنه لن يحب أن يسمعه الناس في تل أبيب؟ عندك حق. وثائق أجرانات، لجنة أجرانات عقدت تحت ضغط شعبي كبير بعد الإخفاقات التي حدثت للجيش الإسرائيلي في حرب 73، سكلة وقتلة وجرحة وأسرة، ضغطت على المجتمع، فتم تشكيل لجنة بقاضي أجرانات علشان يحققوا في وقائع حرب 73. التحقيقات لم تنشر، كانت طايل كتمان لفترات طويلة جدا تحت مسمى السرية، وأن الحرب لا زالت يعني تلقي بظلالها، لأن هذه الحرب وهذا الانتصار المصري غير وجه التاريخ، غير وجه المنطقة، غير المنطقة بأسريها. الانتصار الساحق المصري ده جعل مصر تقف على قدم عليا في هذه المنطقة. فلجنة أجرانات كان لازم أنها تقف على كيف هذا الخلل حدث، وبالتالي الوثائق دي تم الكشف عنها مؤخرا بعد مرور 40 عام على حرب 73، يعني تقريبا من 13 عام مضى. الوثائق كانت عديدة وكانت متواترة وكان فيها تفاصيل كتير قوي. تم، انا برضو عايز اقول لك ان في تزييف لهذه الحقائق، في حاجات ما بلاقيهاش وارجع الاقي، يعني انا بشتغل في هذا الملف اكتر من 20، ما يقرب من 20 عام، في حاجات بجدها متغيرة، تم طمسها، غير موجودة، اجي ابحث عنها مرة اخرى لا اجدها على المحرك البحث. لكن مش هو ده المهم اللي بنحكي فيه، انما انا هحكي لك على الوثيقة اللي أدلت بيها جولدا مائير عن حرب أكتوبر. تحدثت كتير إن هم كانوا بيعتبروها، ما كانوش بيدخلوها في قراراتهم، ما كانوش بيشركوها في المعلومات عشان تاخد معاهم القرار. كانت
معتمدة عليهم بشكل كبير، أنهم قراراتهم مبنية على معلومات حقيقية. قالت في التحقيقات دي أنا كنت مش قادرة أعرف إزاي مش حاطيني، إزاي ما بيقوليش كل كبيرة وصغيرة. أوقفت في إحدى المرات رئيس الموساد ورئيس شعبة الاستخبارات العامة لتقول له لماذا لا تطلعني، ومخديان وزير الدفاع لتقول له لماذا لا تطلعني على كل كبيرة وصغيرة. أنا القرار مهم وأنا من سأتحمله. في لجنة أجرانات كان أول مرة يتم الإشارة فيها أو تطلع وثيقة بتتكلم على المصدر المصري، اللي هم أصلا مدينه دلوقتي مؤخرا النهاردة ومبارح خمس أسماء كودية يا أستاذ يوسف. يعني هل يعقل أن عميل يبقى ليه خمس أسماء؟ ليه هو بيشتغل مع خمس دول؟ يعني هل داخل الإسرائيلي كانوا خمس أماكن كل منهم يعمل على حدة؟ يعني الملاك والمصدر وبابل والسهر وحتوئيل، يعني أسماء ليس لها علاقة ببعضها. أنا على الأرجح من تقديري الخاص يعني المتواضع أن هناك وثائق ينوون يعني سيتم إلصاقها بالدكتور أشرف مروان. هم يضغطون من أجل معرفة الرواية المصرية. يعني عشرات السنين من أول 2003 من أول ما طلعوا الكلام ومصر لا تلقي لها بالا، لأن الرئيس الأسبق حسني مبارك قال قولا واحدا لقد أدى أشرف مروان خدمات جليلة لم يحن ذكرها. وده خلى الناس كلها وبشهادته. أنا عايزة أقول لحضرتك أني أنا ترجمت في 2006 فيلم لقناة تانية الإسرائيلية كان اسمه الحقيقة. الفيلم ده لم يعد موجودا، لكن في شهادة إلي زعيرة وسيدي زمير اللي كانوا بيتراشكوا كل منهما للآخر أنه كان السبب في الإخفاق في الحرب. تحدث وقتها رئيس الموساد وقال لم اتصل به غير مرات دقيق، مرات قليله، لم اشاهده وجها لوجه الا مرات قليله. خلي بال حضرتك الجنود الاسرائيليين والاسرائيليين والقاده الاسرائيليين يعلمون جيدا انهم سقطوا في فخ من الاستخبارات والدهاء والحنكه صنعوا الرئيس السادات ونفذوا اشرف مروان، لانه كان هناك تخطيط محكم بأن لا يتم الإفصاح عن اليوم ولا العملية ولا ويتم يعني رمي بعض المعلومات التي تقول أن مصر هتحارب، فيوصلوا للكونسبت إن أو المفهوم اللي بيقول كتر المعلومات دي يبقى مش هيحارب. هل فعلا أشرف مروان رحمة الله عليه استدرج رئيس جهاز الموساد للندن علشان يمنعه أو يحول دون حضوره للاجتماع الأهم قبل الحرب؟ بشهادتهم قال لك إن ذهبنا في لقاء عاجل طلبوا المصدر وذهبنا إلى لندن ليقول له معلومات متواجدة أمامه أصلا، لكن سحبوا في هذا التوقيت الحرج الحاسم اللي بتمر به إسرائيل وقادتها. أنا عايز أقول لحضرتك إن العشية حرب أكتوبر كانوا معظم القادة بره توجهوا للسفر لقضاء عطلة عيد الغفران، لم يكن موجود لست وزراء فقط. فسحب أهم العناصر في هذه الليلة كان تكتيكا رائعا من القوات المصرية ومن المخابرات المصرية والقادة المصريين. يعني الواحد لما بيقرأ بالتفاصيل الصغيرة دي حقيقي بيرفع القبعة للجندي المصري والمؤسسة العسكرية المصرية التي استطاعت بجهد مرتب وحنكة ليس لها مثيل أن تسقط القادة الإسرائيليين في هذا الفخ. طيب أنا عايزة أقول لحضرتك بمناسبة الحديث عن الدور المصري، إحنا النهاردة ما بنيجي نتكلم على أن مصر استطاعت بالحرب دي أن تحطم النظرية الأمنية الإسرائيلية، الحصون والحدث فيها، العبور، الأسرة، كل ده لا يتم الحديث عنه داخل إسرائيل ولا بكلمة واحدة. المقصود من الحديث عن أشرف مروان زيادة الروح المعنوية الداخلية. استطعنا أن نجند عنصرا كبيرا هاما، هو ده ما يريدونه، لأن في الداخل الإسرائيلي الأمن هو العنصر الأول. ليسوا مرتبطين بالأرض مثلنا والصين هذه أرضي سأعود إليها وأدفن فيها، ليسوا هكذا، جاءوا من كل شتات وبقاع العالم ليعيشوا في هذه الدولة. فإن لم يكن الأمن والسلام هو المحور الأول، إذا شعروا أن إسرائيل قد خانت هؤلاء الجنود
وعرضتهم للقتل إذا شعروا بذلك لن يمكثوا كثيرا. فكان يجب عليهم أن يبحثوا عن مخرج يليق أو يعني عارف حضرتك لحفظ ماء الوجه كما يقولون. يتحدثون عن هو سبب الفشل، لا لم نتحدث عن الإخفاقات العسكرية والقتلى. أنا عايز أقول لحضرتك أن أذكر أحد الأشخاص وهو يتحدث اسمه يعقوب حسادي محقق عسكري في لجنة أكرانات، قال إحنا كانوا يقولوا لنا العقلية المصرية العربية لن يقوم لها قائمة ولن تحارب حتى بعد 100 سنة، كيف يكون هذا الجندي الإسرائيلي الذي يغذى بمثل هذه المعلومات ثم يفاجأ في يوم بسيط يتم رمي كتبتين ولا فرقتين هم اللي موجودين ويقول خلاص احنا ما استدعينا الاحتياط كفايه دول في الداخل، يقول انتم عرضتم هؤلاء للقتل يا اما كنتوا اعلنتوا الاستعداء الكامل. لا لم كان سؤال من واقع تخصصك يعني وقراءتك المتعمقة كمان في الصحافة والمتابعة المتعمقة للإعلام الصهيوني. السؤال إن إحنا عايزين نخضع للمنطق أمر ما. رجل زي المرحوم أشرف مروان في مركز حساس بل هو شديد الحساسية في مصر، وهم بيقولوا إنه كان بيشتغل معاهم. إذا كان الأمر كذلك بالمنطق، لماذا لم يبلغهم بتفاصيل، مش هقول حتى تفاصيل التفاصيل أو أدق التفاصيل، مش بس موعد الحرب، على الأقل استعدادات الجيش المصري. إذا كان معهم لماذا لم يبلغهم؟ وإذا كان معهم لماذا قام باستدراج رئيس الجهاز للندن ليطلعه على معلومات عمليا بديهية وقد يكون أغلبها منشور في الصحف؟ كل هذه التساؤلات اللي حضرتك بتطرحها للضغط على الداخل المصري لقص رواياته من 2003 من أول تسريب اسمه، وهم يحاولون كل عام. لقد كان جاسوسا، لا لم يكن جاسوسا، هو الذي أدلى بالمعلومات. لم يعني أنا عايز أقول لحضرتك لم تظهر وثيقة واحدة تكشف التفاصيل غير عشية حرب 6 من أكتوبر اللي هي قال لهم فيها الساعة وتم إبعاد الساعة لتكون في المساء ولا يتم الإبلاغ عنها في أنها ستكون في الظهيرة. هذه الوثيقة الوحيدة، حتى الوثيقة اللي بتتكلم اللي هي التحقيق بتاع جولدا مائير قالت أنا لم أسأل رئيس الميثاق ولا مرة واحدة، هل أنت تؤمن له؟ هل تصدقه؟ وكأنها وقالت في الأخير أنا كنت أتصور أن كل هذا من أجل التضليل. هو قام بعملية التضليل الممنهجة. الناس الذين كانوا يصطادون في القناة، الناس الجنود الذين ذهبوا إلى أداء العمرة والحج قبلها، كل ذلك كان مخطط له. البهاء المصري والعقلية المصرية الاستخباراتية التي قامت بملحمة حقيقية لا تقل أبدا في نجاحها عن الملحمة العسكرية التي قامت بها، ولا سلاح الطيران، كلها منظومة متكاملة. وقعوا يا أستاذ يوسف، وقعوا في فخ استخباراتي نصبه لهم الرئيس الراحل رحمة الله عليه أنور السادات، ونفذه بحنكة ومهارة بالغة أشرف مروان. أنا بشكرك جدا 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 جدا، أولا على التحقيق الرائع والوافي، الملف الخاص تحديدا المنشور في جريدة الوطن، الزميلة الكاتبة والصحفية الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية.